مساء الخير، برحب بكل مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. بنواصل هذه الفتره المفتوحه وبنبتدي مع حضراتكم فقرتنا في طعم البيوت. النهارده عندنا لقاءين، اللقاء الاول الحقيقه هنتكلم من خلاله عن موضوع يعني مش بس مهم، هو موضوع كلنا بنعيشه وكلنا بنمر بيه سواء ستات او رجاله، بس احنا يمكن النهارده هنركز اكتر مع الستات على اساس يعني ان الست كده مرهفه الحس، فبتبقى الضغوط عليها تاثيرها قوي او شديد. هنشوف برضو هل الموضوع ده حقيقي ولا في ستات برضو رغم انها عندها رفاهية او رهافة الحس دي، لكن برضو بتبقى قوية وتقدر ان هي تعدي كل المواقف الصعبة اللي بتمر بيها. هنشوف برضو ازاي نقدر نتخطى فعلا هذه الضغوط النفسية المختلفة اللي ممكن نمر بيها في حياتنا على مدار مراحل العمر المختلفة، وهل بتختلف من مرحلة الى اخرى ولا ايه الوضع. اما الموضوع او اللقاء الثاني ان شاء الله فهنتكلم من خلاله عن ألم الفراق والبعد والفقد، لانه الحقيقه الواحد لما بيبعد عن حد هو ملتصق بيه او كان في بينه وبينه عشره، او لما بيفقد هذا الشخص بيكون التاثير قوي جدا، وبرضه بالذات لو كانت الموضوع ده مع الستات او مع البنات. فاحنا عندنا موضوعين الاثنين ليهم علاقه بحياتنا اليوميه وليهم علاقنا بمشوارنا في الحياه. هنشوف ازاي نقدر نتخطى هذه المشاكل اللي ممكن تمر بسلام أو تعمل لنا مشاكل كبيرة في حياتنا وتخلينا نقعد فترات طويلة محتاجين دعم نفسي أو دعم من المحيطين بينا. تعالوا ناخد فاصل، نرجع بعد الفاصل عشان نستقبل طفل. طيب الست الحقيقة كل يومها بيبقى مشحون، مشحون فعلا من أول ما بتصحى لغاية آخر لحظة لما بتدخل سريرها عشان تنام. فالفكرة إنه اللي بتمر بيه أو الحاجات الأحداث اليومية اللي بتمر بيها أي ست أيا كانت، سواء متزوجة أو غير متزوجة، عندها أولاد أو ما عندهاش أولاد، كل ده الحقيقة بيمثل نوع من الضغوط النفسية عليها. الست من أول ما بتصحى لغاية لما بتنام بتفكر هم هياكلوا إيه النهاردة، عندي غسيل، هبعت المكوى، هجيب طلبات للبيت، جوزي لما يرجع عنده حاجات معينه هو قال لي اعملها له او اوضبها له في حاجته، يعني كل حاجه بتفكر فيها و600 الف حاجه بتفكر فيها، ده بالاضافه لو كمان عندها شغلها في الخارج، وبعدين في الاخر جوزها يجي اخر اليوم يقول لها وانت كنت بتعملي ايه بقى طول النهار؟ دي اكتر حاجه طبعا ممكن تعصب اي ست في الدنيا. فازاي بقى الست تواجه كل هذه الضغوط وتواجه هذه الكلمه اللطيفه اللي تتقال لها في اخر اليوم من الزوج؟ تعالوا نعرف التفاصيل دي من خلال ضيفتنا استاذه مروه محمود، لايف كوتش. اهلا بيك يا مروه. اهلا بيك يا بيرا. واحنا بنعمل ايه صحيح يا مروه طول النهار يعني؟ بصي، هو طبعا سيكولوجيه المراه عموما بتحب تعمل حاجات كتير وعندها انفتاح لتعلم حاجات مختلفه وتجارب مختلفه، فده اللي اوقات بيحطها تحت ضغط او توتر. فكره حب التجربه، حب التجديد، حب انها تطور في نفسها وفي اللي حواليها. يعني انت قصدك هنا انه الست الى جانب الضغوط اللي هي بتمر بيها بشكل طبيعي، هي احيانا بتصنع لنفسها نوع من انواع الضغوط؟ هي كسيكولوجيه او شخصيه هي بتميل للتعدد المهام اكتر من الرجل. الرجل احنا كلنا عارفين الفرق ما بين، يمكن دي حاجه دايما بنتكلم فيها، حاجه وهو بيفكر هي تحب تعمل كل حاجه وكانها اخطبوط، يعني عارفه ايد في كل مكان، مع الولاد، مع شغلها، مع هي امورها الشخصيه، علاقتها باهلها، بتفكر في كذا حاجه وبتعمل كذا حاجه. الراجل احنا عارفين دايما ان هو حاجه واحده، ودي حاجه خلينا بس نبقى واقعيين، هي ولا انها عندها حاجه زياده عنه ولا هو اقل منها. بس ده طبعا كل ما هي بترفع سقف توقعات المهام اللي هي عايزه تقوم بيها، كل ده ما بيسبب لها ضغط اكتر وتوتر. صحيح. طب بالمناسبه بقى، يعني في ناس فعلا على الجمله اللي انت قلتيها دي تحديدا، في ناس تقول لك ايه، ايوه هي الست هي اللي بتعود جوزها واولادها مثلا على حاجات معينه، ان هي بتقوم بكل حاجه، وبعدين في الاخر تيجي تشتكي، فلما تبتدي تطلب منهم ان هم يساعدوها فيقول لها ليه، ما هو عادي، ما احنا اتعودنا عليكي كده. احنا اتعودنا عليكي كده، ده فخ بنقع فيه احنا الستات فعلا. بيبقى جزء مرتبط اعتقد في بعض السيدات او بعض الانسات انها عايزه تثبت نفسها من خلال المهام، عايزه اوريه ان انا شاطره يعني. انا شاطره. بتبقى لسه هي محتاجه تعرف نفسها اكتر. دي الحته الديب اللي بنبقى بنشوف ايه اللي ورا فكره ان انا بعمل كل حاجه. انا سوبر وومن.
لا هو مش سوبر وومن، انا انسان تمام ليا قدراتي، حتى لو عندي طاقه ان انا اعمل كذا حاجه بس نحط الاولويات. تمام. ابقى عارفه قدرات اليوم ايه، يعني دي من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها اعتقد. طيب هنتخلص من الضغوط والتوتر ده ازاي؟ بس في الاول نفهم ايه اللي بيوصلنا للضغط. تمام. طيب انا الاول اعرف قدراتي ازاي واعرف قدره احتمالاتي للامور ازاي؟ هل انا اللي بحدد ولا الظروف هي اللي بتخليني؟ كل حاجه بتيجي عبير بالتجربه وبالخطا يعني وبالتجربه. يعني احنا بندخل الحاجه، يعني انا مثلا كأم عايزه اودي الولاد التمارين، عايزه اوديهم يتعلموا مهارات جديده، عاوزه ان انا مش عارفه اعمل كل حاجه. ايوه. لان انا ساعات كل واحد ليه طلب مثلا، يعني ده انا عايزه اكل كذا وده بالزبط. حاجه ثانيه كل واحد لو خصوصا لو اعمارهم مختلفه فانت هتلاقي اهتمامات مختلفه بلس الاهتمامات بتاعتك بلس اهتمامات الزوج او الاهل او ان كان حسب الظروف. هنا انا محتاجه يعني ايه اهدى على نفسي شويه واشوف الاولويات ايه. هل انا محتاجه اوصل لفكره الكمال ان انا هعمل كل حاجه علشان ايه؟ انا محتاجه اسال نفسي انا بعمل ده كله ليه، علشان انا محتاجه ده لنفسي ولا انا عايزه صوره معينه اصدرها؟ عايزه اكون حاسه بان انا عامله اللي عليا قوي مع اولادي. ايوه. طب هو ده اللي محتاجينه اولادي فعلا ولا انا اللي يعني دي فكرتي الذاتيه عن نفسي؟ تمام. ان انا لو عملت كده هبقى مبسوطه وباصه الولاد. وبتلاقي الست بعد ما تعمل كل ده تيجي في الاخر تقول، يعني لما تتفاجئ مثلا بردود افعال مش عاجباها فتقول لك بعد كل اللي انا عملته ده. حقيقي. بنقع بقى في الفخ ده اللي هو انا ضيعت عمري في ان انا بعمل لكم كل حاجه. هو ده بقى التوازن اللي محتاجه اي انثى توصل له، لان هو دي حاجه بتتبني معانا من الطفوله. مطلوب. يعني هو دي مش شطاره فعلا. لانك بتاخدي كمان من مساحه اللي قدامك يا عبير. يعني وانت بتعملي كل المهام دي بالطريقه اللي انت شايفه ان انا سوبر لما بعملها او اوقات عشان بس نبقى كمان يعني واقعيين في مش بنحكم على الناس كلها عايزه تبقى سوبر. اوقات بيبقى التعود بتاعي انا طلعت شفت والدتي كده تمام. فده الطبيعي ان الست بتعمل وبتبقى واقفه ما بتاخرش. طيب الجيل الجديد ده هو محتاج ده كله مني ولا ممكن محتاج الكواليتي تايم بس؟ يعني انا محتاج ماما لما اجي اقعد جنبها تسمعني. أو لا، ما هي بعد كل اللي بتعمله ده بتيجي في الاخر فانا مش عايزه حد يكلمني. مش قادره خلاص بقى. مش قادره. فهو ده التوازن بقى. انت محتاجه تعملي ايه بالحجم اللي يكون مناسب لقدراتك عشان ما تاخديش من مساحه اولادك، ما تاخديش من مساحه زوجك. طب خلينا نقول في اولويات، يعني انا كلنا المفروض نمشي عليها اسس. لا يعني لا، دايما بشوف ان كل بيت وكل شخص هو اولوياته مختلفه. تمام. وده اللي بنقع فيه اوقات ان احنا بنقول ايه، اصل ده الطبيعي ان انا اكون باسس شغل لنفسي واكون معتمده على نفسي واكون بدخل ولادي افضل مدارس واكون بوديهم تمارين. الصوره اللي متصدره من المجتمع. تمام. او من البيئه اللي حواليا. لا، ومن اولوياتي مختلفه يعني بالزبط. كمان من العادات والتقاليد، يعني مثلا عندنا مثلا يقول لك ايه اقرب طريق لقلب الزوج معدته، فتلاقي واحده ست مثلا مركزه كل حياتها في المطبخ. في المطبخ بالظبط. ما بتعملش اي حاجه ثانيه وما تفكرش في اي حاجه ثانيه خاصه بزوجها غير انها تعمل له اكل. بالظبط. هي فكره اكتسبت فكره هي مش متناسبه ومش منسجمه مع حياتي. انا محتاجه طول الوقت اختبر هو ده كان لصالح بيتي ولا لا، لصالح طاقتي ولا لا، لصالح الناس اللي بتعامل معاهم. أيوة. حتى انا في الشغل، ما انا ممكن اكون واخده بوزيشن مديره في مكان وبعمل كل حاجه بايدي وعايزه اساعد في كل حاجه، ده ممكن يقلل من ثقه الموظفين اللي معايا او يخليهم بقى يعني يتراخوا ما يعملوش حاجه. ماما معانا حتى في الشغل تعمل لنا كل حاجه. فمحتاجه ان انا اسيب مساحه اللي قدامي. زي ما بنقولها حتى في المصالح المهني شويه ديليجيشن، انا بفوض اللي حواليا وده بيكبر الناس معايا وبيقلل من مجهودي وضغطي وتوتري. تمام. طيب انا ازاي اعود فعلا اللي معايا في البيت على ان هم يتقاسموا معايا المسؤوليه، يعني ما تبقاش كل حاجه عليا؟ وهل لو انا بدات بان انا شلت كل حاجه وجيت في لحظه يعني خلاص اعترضت بقى قلت لا، هل اقدر اغير ولا صعب خلاص؟ لا، ما فيش حاجه صعب. دايما في سياسه النفس الطويل لو احنا عايزين نغير بجد. لان ما فيش حاجه بتتغير حقيقيه غير بخطوات،
وبالتكرار. خلينا نبقى واقعيين في ان انا لو عودت الناس ان انا بعمل كل حاجه اكيد مش بالساهل زي ما حضرتك قلتي كده في اول اللقاء. فجاه بيقولوا ايه ده، هي ما احنا اتعودنا. ايوه فيها هي ايه، احنا قصرنا امتى؟ احنا اتعودنا على كده. فانا محتاجه اول حاجه بنقول ان انت تعبر، تقول انا محتاج ايه. أيوة. هتقولي انا ياما في ممكن ناس ترد علينا تقول انا ياما بتكلم. أيوة. وياما بقول لا، محتاجه اقول مره واثنين وثلاثه، ومحتاجه ان انا ابدا اسيب اللي قدامي مش بسرعه. لو ما قامش عمل الحاجه انا الحقه يشوف ويجرب. بس هي بيقول لك الست كده بتبقى زنانه، يعني بطلي زن بقى. لا، بالطريقه، في كل موقف وليه طريقته. يعني انا مثلا لو عايزه اعود ولادي يبداوا ينظموا حواليهم، محتاجه ان انا اديلهم مساحه ان انا الحاجات دي مفروض تتحرك من مكانها، تتشال. طيب ما سمعوش، المره الجايه بسيب واشوفهم وهم بيبداوا يراقبوا تصرفاتهم بتعود عليهم بايه. مش ماما بتنقذ بسرعه، ماما بتحمي بسرعه. اتناقش، حلوه قوي ان انا مش بوصل ان انا اعبر في لحظه الفوران يا عبير. يعني خلاص اتمليت فعبرت. ده حقيقي بيحصل كده فعلا، فاللي قدامك مش هيسمعك. لا، وكمان انا ببقى يعني انا ممكن ابقى بلخبط كمان وانا في الكلام، مش عارفه هي هي حاله شحنه، فهم بيعتبروها الشخص ده مضغوط شويه ويتساب، معلش هيهدى بعد شويه. بس مش اكتر. لكن لما بنقعد نتواصل بقى، هي دي التركية، ان انا بتواصل ولا بنفجر. هو واحده واحده. طيب هو احيانا كمان ممكن لو انا وصلت للمرحله دي، يعني اي زوجه توصل لحاجه زي دي ممكن تبقى حياتها معرضه للخطر. يعني ممكن الزوج ما يقبلش ده، انت ليه عايزه تغيري بعد كل ما عودتينا كل ده؟ في اللحظه دي بتبقى ده ضغط مضاعف عليها كمان. تتعامل ازاي؟ او يعني ازاي بقى، يعني خلينا نتكلم عن جزئيه ازاي اواجه هذه الضغوط لما اتعرض ده طبيعي زي ما احنا قلنا كده. هي محتاجه تبقى عارفه ان ده هتدخل عليه. ان انا طبعا عودت الناس على هيكل معين، فهيبقوا يعني بالطبيعي باي ديفولت ان هم عايزين الشخص اللي كنا متعودين عليه قبل كده. ايوه، لانه كان مريحنا او عارفين اوله واخره ايه. ايوه، فالتغيير ده بالنسبه لنا بيبقى مخيف ومقلق. لما بيبقى في تواصل زي ما قلنا كده، بنقعد في لحظات هدوء مش لحظات انفعال. فيبدا الشخص يطمن ان تغييرك ممكن يكون لصالحه، ما يخافش منك، ما يقلقش. انت بتتكلمي في مجتمع مثالي، يعني دي في كام بيت ممكن تبقى مطلوبة. زي ما قلت لك كل حاجه لازم هتيجي بالنفس الطويل. ده لو انا عايزه اغير بجد. لو انا بحط اللي قدامي ازاي ما سمعليش لما اتكلمت، خلاص هنقع بقى في فخ ان احنا مش متفاهمين، ان انا مش مسموعه. فتقلب لدور الضحيه، اهو عملت وما تسمعتش. لما قلت اي ما حدش شافني، لا انت ما كنتش بتقول اول باول، فاهدى على نفسك شويه. هتبداي تقولي وتسمعي لغه جديده من خلال لغتك انت اللي صدرتيها برضو كتير. طيب هو على ذكر الاي بقى اللي انت قلتيها دلوقتي دي، عشان دي من اكتر المواقف اللي فعلا بتوجع الست قوي، ان هي ساعه لما بتقع، ساعه لما بتمرض، ساعه لما بتتعب وترقد بقى في السرير يومين ثلاثه كده، فتبص تلاقي كل اللي حواليها عايش حياته عادي وكان شيئا لم يحدث، ويبقوا كمان ايه يا ماما زعلانين كمان مش هتقومي يعني بقى خلصي الراي، مش كفايه كده بقى يا بلاش دلع. يعني بيبقوا معتبرين ان اللي هي في ده نوع من انواع الدلع او الرفاهيه، يعني قومي بقى. احنا مش متعودين على كده، فده بيمثل عليها ضغط وعبء اكتر كمان. عشان كده احنا بنقول ان البني ادم محتاج يكون فاهم نفسه، بيعبر عن نفسه، ما يوصلش لحاله الانفجار، ان هو لما يقع ما يلاقيش حد يسمعه. ساعتها دي لازم يبقى عندي مسؤوليه تجاه نفسي ان ده نتيجه اللي انا عملته. في ستات احيانا حتى لما بتمرض ما بترضاش تقول هي عندها مرض ايه، يعني وتخبي وتقول عشان ما انا متعلقه بالصوره اللي انا صدرتها. انا كل ده شخص غلط قوي. يعني كل ده احنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا بالظبط، وبنزعل. حتى احنا بنقعد نقارن دايما الستات في اي قاعده، تقول لك ايه انا لما بتعب ما بتكلمش، هو بس يعطس يا مش عارفه يحصل ايه. لا، ما هو يمكن قدر يكون متصالح مع ضعفه. ان هو راجل طول اليوم بره مصدر الشده ومصدر القوه، بيبقى في بيته خلاص انا مش قادر. انت خدتي الدورين. ايوه،
فده نتيجة عملي، فلازم أبقى مسؤول هنا. أنا هتعلم إزاي، لأن إحنا بنورث ده لأولادنا. طيب هل في حاجات معينة ممكن الست تعملها برضو في نهاية اليوم كده عشان يعني تاخد نفسها وعشان تطرد الطاقة السلبية اللي جات لها وتطرد كل الضغوط اللي هي مرت بيها دي؟ بصي، هو أول حاجة يعني بقول من الستبس أو الخطوات اللي احنا محتاجين نقول، طيب انا عرفت ان انا عندي ضغط وتوتر، هتصرف معاه ازاي؟ اعتراف ان انا تعبت وتعبان فعلا، اعتراف اكتر كمان ان انا محتاج اقلل شوية حجم المهام اللي انا عايشة فيها. الافكار اصلا اوقات ما بتبقاش كلها حاجات انشطه بتحرك فيها، او لا في حاجات بفكر فيها مشاكل. ده انا ممكن افكر في مشكله صاحبتي وجارتي وبنت خالتي بالظبط كده. فده جزء كمان من الحاجات، النصايح اللي احنا بنقولها، انت راجع دايرتك، الحاله الاجتماعيه اللي حواليك، المجتمع اللي انت حواليك، انت مدخله نفسك في كذا مجتمع وكذا ليفلز من الصحاب. مين الاقرب ليك اللي محتاج تاخدي من وقتك عشان تديه؟ تمام. طيب ساعات كمان تقولوا لنا اللي بيصدر لك طاقه سلبيه ابعدي عنه. يعني ودي ليها قصه تانية برضو. هو انا برضو عشان ابقى رحيم، مش مجرد ما بشوف حد في ازمه بكت يعني وامشي. لا هي مش كده، هي موجعه قوي يعني، بس هي في كده يعني تكنيك بنقدر نتعلمه. ايوه، ان احنا ازاي، انا في فرق بين ان انا قاعده بتكلم مع عبير في مشكله شخصيه وان انا معاها مش مكانها. اتعاطف معاها لكن ما احطش نفسي مكانها، لان اولا انا مش هبقى مكانها بكل الاحوال، لان هي ليها ظروفها وحياتها وانا ليا ظروفي في حياتي. ما اخدش مشاكل اللي حواليا وادخل بيهم بيتي. تمام. فدي من النصايح، ادور ابص اشوف مين الدايره اللي حواليا، اقلل واشوف الاهميه بحطها فين في وقتي. ادي وقت لنفسي، محتاجه جدا ان انا ابدا اقرا واميديتيت، يعني يبقى في رياضه، في مشي، في وقت بسترخي فيه كده، باخد وقت لنفسي واعمل حاجه انا بحبها. اعمل حاجه بحبها. جميل. والقرايه احنا بنفتقدها شويه كبير، بس هي بتغير منظورنا صحيح للامور. صحيح، بدخل بشوف الامور ممكن تتشاف ازاي بشكل مختلف. مروه محمود، لايف كوتش، انا يعني متشكره جدا للكلام الجميل اللي انت قلته لنا النهارده، لانه فعلا فتحت لنا امور كتيره. واعتقد انه يعني الخلاصه ان الواحد لازم الست تحب نفسها عشان تعرف تدي للي حواليها، تعرف وتعرف نفسها وتحب نفسها صحيح. وتتصالح مع يعني سيكولوجيتها، بمعنى صحيح. ايه انها محتاجه تزور كل شويه كده هرمونات اللي بتؤدي للسعاده. عندي ايه، احنا عندنا كلام كتير فعلا في الموضوع ده، ان شاء الله يكون ان شاء الله باذن الله. طيب دي كانت فقرتنا الاولى، وازاي نواجه الضغوط. حبي نفسك وادي لنفسك حقها، وما تجيش على نفسك قوي عشان برضو ما تنتظريش حاجات كتيره ما تحصلش في الاخر من اللي قدامك فتفاجئي فتنضغطي. خليكي متوازنه دايما في كل الامور. ناخد فاصل، نرجع بعد الفاصل لسه عندنا فقره تانية جميله جدا، خليكم معانا.